مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. يتجدد معكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا معكم محمد طاهر. كعادة البرنامج في الحقيقة ويمكن ده احنا متابعينه مع بعض خلال الحلقات الأخيرة، هناك اهتمام غير عادي بالصناعة المصرية ويمكن بنشوف مساحات أكبر وأكتر خلال حلقاتنا الأخيرة في رصد ونقل احتياجات عالم الصناعة المصرية، وده في الحقيقة نهج بنتبناه منذ ميلاد البرنامج منذ أكثر من 8 سنوات. حلقة النهاردة في الحقيقة يعني أنا بقول للسيدات تحديدا أرجوكم انتظرونا حتى نهاية الحلقة، لأن هيكون معنا في الجزء الثاني تفاصيل كثيرة ترتبط بصناعة الشارب تحديدا. يعني ده بعد ما كنا في الحقيقة بنعتمد على استيراده لسنوات طويلة والفترات طويلة، ويمكن هنا عايز اخد حضراتكم شوية وارجع بالذاكرة لعام 2006 لما شفنا في الحقيقة تقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تفضيل المصريات للشرب المستورد، وفي الحقيقة كان بيغزو الأسواق المصرية في هذا التوقيت المنتج التركي والصيني وكذا، في ظل رضاءة، وده كان في الحقيقة كان مكتوب في التقرير في هذا التوقيت، في ظل رضاءة للمنتج المصري وفي ظل عدم وجود إمكانيات وفي ظل ضعف خبرات. لكن النهاردة المسألة بتختلف في الحقيقة. في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون ضيفي وضيفكم النهاردة الباشمهندس سامح بشندي مؤسس براند سامس كارب، هيكلمنا عن رؤيته للقطاع في هذه المرحلة وإزاي قدر خلال مسيرة طويلة تتجاوز سنين كتيرة يؤسس براند سامس كارف، والنهاردة موجود بشكل كبير في السوق المحلي المصري، وكمان قادر ياخد هذا البراند يمثل الدولة المصرية في بعض الأسواق العالمية. كمان في الحقيقة هيكون معانا النهاردة في إطار يعني نقل، دايما لما بنقول الصناعة مش المسألة اللي ترتبط فقط بنقل احتياجات الصناع ورؤية الدولة تجاه الصناعة، بالعكس أحيانا بيكون هناك طرح خدمي. يعني النهاردة هنسمع كمان لكل راغبي العمل أو باحثي أو الذين يبحثوا عن فرصة عمل، النهاردة هيكون معنا دراسة جدوى بسيطة لمشروع بيبدأ من 10,000 جنيه من خلال لقائنا مع الدكتور رضا المهدي رئيس مجلس إدارة شركة المهدي للزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل، وده هنشوفه في الحقيقة في أول تقرير معنا قبل ضيفنا. لكن قبل ما نروح في الحقيقة لضيفنا ولتقريرنا وعرضنا لمشروع أو دراسة جدوى بتبدأ ب10,000 جنيه زي ما قلت، في الحقيقة عايز أقف شوية عند تصريح لسه متابعينه من شوية على السوشيال ميديا للدكتورة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية ودعم السوق المحلي. بعيدا عن ال100 اجراء وسرد ال100 اجراء، لان احنا عارفين في الحقيقه يعني تسهيل الاجراءات الورقيه ودعم الصادرات ودعم المنتج يعني في الحقيقه اجراءات شايفينها موجوده بقالها فتره وشغال عليها الوزاره، ولكن بيظل الخلاف في 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 طبيعه العمل ورؤيه العمل وفهم توجيهات القياده السياسيه. بقول لي هذا الكلام في الحقيقه لان هنا في كلمتين يعني واقفين عندي هنا شويه، يعني في ظل توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شفناه من اسابيع بدعم الجميع وبدعم منظومه الاقتصاد الغير رسمي ونقلها للاقتصاد الرسمي في اطار من اليسر، ده ما حصلش في الحقيقه، لان انا محمل بعشرات من الرسائل والشكاوى من اصحاب المصانع اللي في الحقيقه عايزين يواكبوا التطور، عايزين زي ما بيسمعوا ان في توجيه بدعم الصناعه وزي ما بيسمعوا ان في رؤية النهاردة عايزة تنقل مصر من دولة بتعتمد على الاستيراد في المقام الأول والأخير إلى دولة صناعية، عايزين ياخدوا خطوات، وبالفعل الجزء كبير منهم أو عدد كبير منهم أخذ خطوات، ولكن بيتبقى هنا فهم الموظف المنوط بتطبيق المسألة لتوجيهات الرئيس. الرئيس بيقول النهاردة وقال الكلام ده بشكل واضح وصريح في المبادرة، قال أنا مش فاهم يعني مش عارف كيف يتم ترجمة هذا الكلام، ولكن الناس اللي شغالة النهاردة حتى لو شغالة غلط بعد إذنكم، وهذا الكلام كان موجه في الحقيقة للمعنيين عن اتخاذ القرار بالنسبة للمصانع سواء في وزارة الداخلية أو
وزاره التجاره والصناعه بعد اذنكم عايزين ناخد الناس بشكل بسيط وسلس من المنظومه العشوائيه، مش هقول بقى مصانع بير السلم، من العشوائيه بشكل عام، سواء كانت هذه المنظومه بتتبع الاقتصاد الغير رسمي وكذا الى منظومه الاقتصاد الرسمي. ده هيجي ازاي؟ هيجي لما اروح كجهه منوطه بتنفيذ هذه التوجهات، اشوف مصنع واشوف فيه مشكله اقول له لا ده يتعالج بواحد اتنين تلاته، مش هروح عشان اتصيد خطا، مش هروح عشان اعمل محضر، لان في الحقيقه ده بيعمل نوع من انواع الذعر عند اي حد، عند اي شاب بادئ مشروع صغير وبيحلم بخطوات كبيره انه ياخد هذا المشروع من مشروع صغير في منطقه سكنيه او الى مصنع كبير وبراند، ويقدر من خلال منتجاته انه مش بس يشتغل في السوق المحلي، انه كمان دي احلام المصنعين، احلام الكيانات الصغيره، لكن في الحقيقه بتصطدم مع اول موظف بيروح وبيتصيد خطا ويعمل محضر، ونشوف بقى هذا الكيان بعد ما كان مخطط له انه يبقى كذا وكذا وكذا مش موجود اصلا. ودي مش يعني دي مش توجيهات الدوله. فهنا انا باكد يعني برغم وجود قرارات و100 اجراء لتحفيز الصناعه المصريه ودعم المنتج المحلي، يتبقى الفهم، الفهم البسيط اللي انا ابقى رايح باي نيه كموظف، رايح اتصيد خطا ولا ساعد. بقول ده ليه وباكد للمره الثانيه؟ لان عشرات من الرسائل بتجيلنا يعني يا جماعه احنا مش عارفين نشتغل، طب نقفل افضل؟ احنا عندنا مشاكل وما عندناش ورق، ولكن احنا مقدمين ومش قادرين نحصل على الورق، وبنتظر كل يوم او بين يوم وليله قرار بالغلق او بالتشميع، وبتعامل في الحقيقه كاني تاجر مخدر. يعني انا عايز اقول ان ده في الحياه بعض اصحاب المصانع بينطقوها، انا كده مش مستثمر، انا كده مش صاحب كيان، انا مش صاحب مصنع، انا فين حلمي وطموحي اللي انا كنت شغال عليه من اللحظه الاولى لميلاد منشاه بدون امكانيات ماليه ان انا ابدا خلال سنوات قليله انقلها بهذا الشكل وبهذا الحجم وتروح في هذا الاتجاه. لكن في الحقيقه اللي بيحصل في الواقع غير كده خالص، بيجي الموظف يمسك له غلطه اتنين تلاته يعمل له المحضر، صاحب الكيان يجي له نوع من انواع الاحباط، يقرر انه يقفل او يستمر في العمل بنفس الطريقه وبنفس النهج ولكن في اماكن اخرى. من هنا هنفضل نتكلم طول الوقت عن منظومه بير السلم والمنظومه العشوائيه دون وجود فهم حقيقي لكيفيه نقل هذه المنظومه الى الاقتصاد الرسمي زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه الصحه والجمال، هنروح لاول تقرير مع بعض وزياره لدكتور رضا المهدي رئيس مجلس اداره شركه المهدي للزيوت الطبيعيه، هيكلمنا عن مجاله وعن مشروع بيقدمه للشباب النهارده بتكاليف بسيطه، ونرجع نستقبل ضيف حلقتنا. رضا المهدي رئيس مجلس إدارة شركة أوشن كلين للموظفات ومستحضرات التجميل. الحمد لله شركتنا بدأت من حوالي 4 سنين، بدأنا في العاشر من رمضان ثم انتقلنا بعد كده لدمنهور، وفضل الله عز وجل كانت المنتجات كويسة والحمد لله لقينا رغبة من السوق، وفضل الله عز وجل بدأنا نرجع في نصف وسط السوق في القاهرة في الجيزة. لكن طبعا الشركة كبيرة وليها أكثر من 17 منتج، ال 17 منتج توقفوا طبعا لكذا سبب في السوق، ان شاء الله نطرحه كمان شويه باشمهندس هيساعدني ان انا اطرحه بشكل ملائم. متخصصين في الكوزماتكس اللي هي الشاورات، البلسمات، حمامات الكريم، ومنظفات كان شق مسحوق الغسيل، جل الغسيل، سائل الاواني. دلوقتي بفضل الله عز وجل اي حد بيشتغل بمنتج بيكون مرخص وبيكون حاطط سجله وبيكون حاطط المواصفه اللي شغال بيها، استحاله نشتغل بدون اي مواصفات، لازم مواصفه تيجي ونبدا نقراها مره واثنين وثلاثه ونشوف الملائم منها كمواد نستخدمه والغير ملائم منها كمواد ما نستخدمهوش، لان السوق طبعا مليء بالمواد الرخيصه والمواد الجيده. بفضل الله عز وجل
انا اصلا خريج قسم ترميم الاثار الخاص بتصنيع الموظفات لتنظيف وحمايه الاثار، فده شق اساسي. ثم ربنا كرمني والتحقت بان انا اسجل ماجستير في اورجانيك سون في المضادات الصناعيه نفسها لتاثيرها على الاثر وتاثيرها على البشر، ففضل الله عز وجل يعني. بالاضافه ان احنا خدنا شهاده ثانيه كاسمات كخبراء تجميل وكخبراء مستشارات تجميل، وخدنا شهادات ثانيه في الصحه العامه، وخدنا شهادات ثانيه في الامن الصناعي عشان نواكب التطور كل يوم، وعشان خاطر نقدر نطلع منتج بسعر مناسب وبجوده ممتازه تلاقي من السوق المصري، لان السوق المصري من افضل الاسواق في العالم. بنعاني من قله الموارد شويه، بنعاني من قله الامكانيات شويه. طبعا لما اكون شغال اكيد في مكان كويس في منطقه خاصه بالصناعات غير لما اكون شغال في منطقه سكنيه، انا متاكد من كده الف مره. بس بالاضافه ان احنا بس امكانياتنا قليله شويه، لكن احنا الحمد لله بنطور وبنصنع، يعني احنا بنطور منتجات وبنصنعها لارقى ما تتخيل. احنا بفضل الله عز وجل طورنا ماده الشاور ان يبقى فيها فيتامينات مفيده للبشره، وحتى بالتحليل وبالمقارنه وتيجي تقارن ما بين الشاور اللي احنا بنعمله تصنيعنا البسيط الهادي وبين كبرى الشركات وقارن اللي فيه كميه المرطبات المفيده للبشره، هتعرف الفرق بين اللي احنا بنعمله وهم بيعملوه. طبعا المصانع اللي ملهاش ورق وبتضرب السوق بتأثر علينا ان هي بتطلع منتج غير مطابق للمواصفات القياسية، ده رقم واحد. بتطلع منتج يضر الناس رقم اتنين. بتسيء لنا في المجال فتبدأ الناس تضطهد وتحارب المنتج المصري لان هو مش مطابق، لان فعلا عنده حق لان مجرد منتج وحش، فبتضطر انها تروح تجيب منتج مستورد افضل عشان تبدأ تلاقي فيه احتياجاتها. فالفعلا الشركات اللي مش مرخصة او شغالة عشوائيا، المرض الروماتيد بيجي من استخدام الفاص الحمض الكلوريديك المركز او استخدام السيليكات اللي بتؤدي للالتهابات فيما بعد. طب ما ده انا هجيب بستخدمه تحت السلم عشان يوفر تكلفه، لكن المصانع المرخصه لو جه اي حد الحاجات دي طبعا مخالفه شديده، وفضل الله في شيء اي مصنع بيستخدم الكلام ده. لكن باكد كلام باشمهندس معايا ان اصلا المصانع شغاله تحت السلم بتاثر علينا بالسلب ومضايقانا حتى في اسعارنا، مضايقانا في شغلنا ومضطهدانا كمان. طبعا السعر رقم واحد. السعر لما اروح مثلا اشتري كيلو مثلا صابون للمواعين او للسائل والاقي واحد بيبيع 3 كيلو ب 5 جنيه، ده حاطط فيه ايه؟ ده لتر الميه ب 6 جنيه، لتر الميه النظيفه اللي اشتغل بيه اللي هو الطن ب 6 جنيه، كهربته بتاخد حوالي 200 جنيه، شويه الخامات اللي جواها بتعدي 4 5000 جنيه، ازاي هروح الاقي واحد بيبيع 3 ب 5؟ ده رقم واحد. استخدام ماء نار اما حمض الهيدروكلوريك او H2O4 حمض الكلوريديك المركز الضار، فده رقم ما ينفعهوش. بالاضافه المنتج ما يبقاش اوفر في سعره، ما ينفعش اشتري مثلا صابون سائل ب 20 جنيه ده اوفر، لكن في متوسط الناس 5 6 جنيه ده منتج كويس، بيتعرف رقم واحد من لونه، رقم اثنين من شكله، رقم ثلاثه من ريحته، رقم اربعه ودي 90% عليها من استخدامه. في حاجات بتنباع عند العطارين كده اسمها ورق بي اتش صغير، انا ممكن اشتري ورقه دي بنص جنيه واحطها في المنتج بتاعي، لو اداني لونها الورق لونها اخضر اصبح المنتج ده كويس، اداني ورق لونها احمر او اشد احمرارا او اشد خضرارا او اسود، ده المنتج ده ما ينفعش استخدامه لاستخدام الادمي نهائي. يبقى انا رقم واحد الورقه دي هي هتفيدني في ان انا اعرف المنتج قوي ولا مش قوي باللون بتاعها. دي اسمها ورقه بي اتش، وورقه عباد الشمس تنباع في اي محلات بنص جنيه ورقه عشان تعرفني المنتج ده كويس ولا مش كويس. واهم حاجه الشركه، شركه مين اللي شغال؟ هي ترى شركه تحت السلم مالهاش عنوان ولا شركه ليها عنوان وليها اصل وليها فصل؟ وان كانت جديده، لان ما شاء الله في شركات كتير جدا قويه ظهرت في مصر ليها ما شاء الله اخذت اماكن كتيره في مصر في السوق المصري، والسوق المصري ثاني وثالث ورابع هو افضل سوق يمكن في الشرق الاوسط كله. احنا اول كنا عشان نعمل بطاقه رسم تجاري بتركن باربع خمس سنين، النهارده بتعملهم في يومين بفضل الله عز وجل. انت عشان خاطر تروح تقدم عشان خاطر تجيب رخصه وتجيب بتاعها ما بتاخدش اسبوع وبتخلصها. الاول كنت تدفع رشاوي وتدفع فلوس، انت النهارده بفضل الله اقل من 10 15 يوم بتاخد ورقك. مش بس كده، ممكن يطلع لك مستخرج رسمي انك في حاله استخراج الورق بتاعك، وده بيحميني وانا شغال. فالصراحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك فيه اهل وكبر لنا الموضوع وساعدنا الايام دي، بس احنا عاوزين نزيد من المساعده تاني. محتاجين طبعا مكان، محتاجين اماكن نشتغل فيها صح، والاماكن تناسب دخلنا. يعني مثلا انا مصنع يجي يطلب مني مبلغ عشان اوفر المبلغ، بس يقسط لي باقي المبلغ عشان اعرف اشتغل بيه، الاضافه يوفر لي بيئه للموارد بسعر احنا بنسميه اللي هو الاجل، ان انا اقدر ادفع جزء وباقي جزء ومع التشغيل بتاعي اسده. ده هيفتح لي ان انا اصنع منتج واثنين وثلاثه واربعه، بالاضافه انه يوفر لي لجنه تيجي تشرف عليا وتساعدني تقول لي انت منتج ده كويس، طب انت خلي بالك المنتج ده وحش، طب خلي بالك ساعد في كذا. لما يساعدني في كده
انا هبقى رقم واحد في مصر بل في العالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لحضراتكم من جديد. وفي الحقيقة في بداية الحلقة قلت انه يعني تقرير كده منشور في جريدة المصري اليوم في سنة 2006 بيتكلم عن غزو المنتج المستورد في صناعة الإشارب او الإشارب تحديدا الصيني والتركي للأسواق المصرية في ظل رداءة المنتج المصري. هذا الكلام كان في 2006. طيب النهاردة مع توجهات الدولة المصرية بدعم الصناعة ودعم المنتج المحلي، هل لازال المستورد يسيطر على السوق المحلي؟ في الحقيقة سؤال مهم جدا، وهناك إجابات أكتر في الحقيقة نتعرف عليها تتعلق بهذا القطاع من خلال ضيف وضيفكم النهاردة اللي بيشرفني على الهواء، الباشمهندس سامح بشندي مؤسس براند سما سكارف. منورنا يا باشمهندس. نورك يا باشمهندس. قول لي بقى، يعني لو النهارده 2006 كان الكلام بيشير الى رضاءة المنتج المصري، كلام جميل، النهارده لو اعيد نشر هذا التقرير كيف يعني تقيم الصناعه او المجال في هذه الاونه؟ هو بالنسبه للصناعه دلوقتي، لا احنا المنتج المصري فضل ربنا يعني فارد على الساحه شويه، بحيث ان المستورد يعتبر بقى في عقبات بالنسبه لدخول المنتج مش زي الاول. يعني الاول كانت الدنيا متاحه واي حد بيستورد والكلام ده كله، لا دلوقتي الموضوع بقى صعب حبتين، فده مدي مساحه برضو للمنتج المصري ان هو ياخد مجاله وان هو يثبت وجوده. عندنا مصانع تكفي يعني لتلبيه احتياجات السوق المحلي وتقديم منتج محترم يضاهي المنتجات العالميه ولا لا؟ يعني موجود. كان الحديث في هذا التوقيت عن ورش صغيره في الحقيقه لا تستطيع ان تنافس ولا تستطيع ان تقدم منتج يضاهي المستورد. ده اكيد. هل الوضع اتغير والصوره اتغيرت؟ يعني احكي لي بقى، حطيني في المشهد العام. هو بالنسبه للمصانع المصريه دلوقتي، لا كله بيدور ان هو يعمل منتج ينافس، لان احنا يعتبر عدم وجود المستورد خلى المنتج المصري هو اللي موجود في الساحه. فانا النهارده كصاحب مكتب او صاحب محل محتاج ان انا حاجه اجيب منتج يضاهي او يعادل نفس الفينش ونفس الجوده بتاعت المستورد. فخلاص ما بقاش ليا بديل. يعني الاول كان البديل موجود، لا المنتج ده مش حلو خلاص بلاش منه، لا انا هجيب مستورد بس. لا النهارده مفيش غير البديل الوحيد هو المنتج المصري. الاشارب اعذرني انا، يعني يمكن انا مش متخصص في هذا المجال، ولكن الاشارب له مشتقات كتير. اكيد. الاسدال والبنداق، يعني عايز اعرف بقى البراند بتاعك انت شغال على اي حاجه تحديدا في الاشارب؟ انا كل ما هو يخص الحجاب، اي حاجه في الحجاب انا بشتغل.
وحتى لو منتج جديد او موديل جديد احنا طبعا بنكتسب خبرات برضو من الخارج برضو من الدول المسلمه, مش يعني مش كل الشغل عندنا هنا مصري بس, برضو بناخد براندات وموديلات برضو من الخارج بحيث ان احنا نقدر ننافس. بناخد الرؤيه, بناخد الروح اللي هم يعني اخر حاجه هم وصلوا لها احنا بنبتدي من عندها. يعني نبتدي وبنكمل. بنعمل منتجات برضو بالنسبه للحجاب في كل مشتقاته, ان كان اشارب ان كان سكارف ان كان طرحه, كل ما هو بيخدم من البنت الصغيره اللي لسه اول مره بتلبس الحجاب لحد الست الكبيره اللي هي. طب اسمح لي احنا النهارده فخورين شويه, يعني ما شاء الله دي منتجاتنا ودي منتجات مصريه بنفخر بيها قدام المشاهدين وقدام العالم اجمع, ان النهارده تحولنا من مرحله اعتماد على الاستيراد بشكل كامل الى وجود مصانع قادره تنافس المستورد في السوق المحلي بس كمان في السوق العالمي. ولكن لو ترجمنا ده في ارقام, يعني لو رحنا لحته ان الدوله النهارده اصلا يعني بتشجع على الحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي, لو جينا نتكلم في نقل القطاع ووجود منتج محلي النهارده بضاعه, نترجم ده ازاي في ارقام؟ نقدر نترجمه في ارقام؟ والله هو دلوقتي يعني احنا نتكلم في الكساد العام ده, دي حاجه على مستوى مش على مصر بس, لا يعني مستوى الاقتصاد العام. بنستورد كام؟ بقد ايه؟ بقينا بنصنع؟ حجم التصنيع السوق المحلي محتاج قد ايه الوقت؟ ولا الاحصائيه والتفاصيل؟ لا هو ما فيش اصلا نسبه. يعني احنا الاول كان يعتبر الشغل 75% مستورد و25% مصري. النهارده لا, ممكن يبقى 15% ل20% مستورد وبقيه ال 100% اللي هو 80% او 75% ده انتاج مصري. ولكن كلمه مصري يعني المكون المحلي مصري, يعني هنا انا عايز اقف شويه كمان معاك, لان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه اشار مره في للدكتور نيفين جامع وزير التجاره والصناعه, قال احنا نتمنى ان احنا نوصل لوجود المكون التفاصيل الخاصه بكل المنتجات ان تكون مصريه. هل المنتج مكوناته نفسها الماده الخام بتاعتنا مصريه ولا لا؟ احنا عندنا هنا امكانيات نعمل كل حاجه. يعني لا كمصر احنا عندنا انت يعني كفاءات تعمل اي حاجه بتتعمل بره, بس احنا لحد النهارده هو الخام برضو بيجي لنا من بره, دي حاجه ما ننكرهاش. النسيج مش كل الخامات النسيج طبعا. برغم ان احنا في الحقيقه اصل صناعه النسيج في المحله وكذا, ولكن أكيد بنعتمد على استيراده. الكفاءات بره عاليه, عن يعني احنا برضو هنا محتاجين برضو شويه تدريبات, ان انا مثلا لا هجيب مثلا منتج خام مثلا من بره, انا محتاج ان انا اجيب القطاع بتاعه كله. يعني انا مثلا خامه زي ديت الشيفون احنا لحد النهارده بنجيب الخام بتاعها من بره. وكتصنيع يعني انا يعني لما دخلت مصانع في العاشر, هو بالنسبه له لما يجيب الخام مستورد ارخص له من ان هو ينتجه هنا في البلد عندنا. كل حاجه فيها مثلا ايه مراحل غاليه شويه, او يعني احنا بنصنع الماده الخام ولكن سعره في الاخر يوصل للمصنع المصري بشكل اعلى. اكيد اكيد. احنا المنتج المصري احنا عندنا الخامه الشيفون دي يعتبر دي اكتر خامه احنا يعتبر شغاله في السوق دلوقتي, او اكتر حاجه احنا بنعتمد عليها. النهارده لما باجي اقول للعميل انا شغال الخام ده مصري, بيمسك فيه يبقى عايز يشتغل فيه. طب مستورد؟ لا بلاش مستورد, خليه في المصري. فدي اكتر حاجه تثبت لي ان انا النهارده يعني ككفاءه مصريه, لا انا اقدر اعمل اي حاجه بتتعمل بالظبط. اقدر اعمل المنتج لا يفوق المستورد بكتير. تطور القطاع في الحقيقه ووجود منتج محلي ووجود صناعه مصريه في هذا القطاع في الحقيقه, انا شايف من وجهه نظري وتقديري انه نتاج جهد خاص من القطاع الخاص والقائمين على القطاع الخاص. لكن الدوله, خلينا بقى يعني اسال حضرتك سؤال هنا في الصميم, واحنا شايفين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المنتج المحلي وده شغالين عليه بقالنا فتره, هل كان لها دور في دعم القطاع؟ ولو ما كانش لها دور انت شايف من وجهه نظرك محتاجين ايه من الدوله في الفتره الجايه عشان نقدر ناخد القطاع لحته تانية مختلفه؟ احنا محتاجين من الدوله الفتره اللي جايه دي ان انا مثلا الورش الصغيره والكلام ده كله, كل المشاريع اللي فوق المتوسطه دي ان هي بقى ليها دعم, ان انا مثلا يعني ما اجيش عنده واقول له ستوب كده, تعالى انت راجل مش كويس, تعالى انا هحبسك, لا مش هينفع. يعني تعالى لا انت راجل, ده اللي انا قلته في مقدمه الحلقه اللي هو ازاي انقل الناس من منظومه العشوائيه بشكل عام كلام جميل الى الاقتصاد الرسمي. اديله مثلا سنه او سنتين اقلل له وضعه على الوضع القائم اللي هو فيه, انا مش هينفع انقله من هو مكانه واقول له تعالى انا هوديك دلوقتي اقرب منطقه صناعيه ليك. ده كلام زي الفل, ليه مش مشكله. ليه لما النهارده كل حاجه النهارده الوحدات الصناعيه موجوده والمناطق الصناعيه بتتوسع, انا عايز افهم وجهه نظركم انتم في عدم قدره هذه الورش الى التواجد في المناطق الصناعيه. مفيش كيان قائم ما بيعتمدش غير على العماله. نمبر 1 العماله بالنسبه له. انا كعماله العماله بتاعتي كلها تدريبي او كلها ناس من عندي. مش هينفع اخدهم مثلا من الجيزه مثلا اوديهم مكان ابعد بتاع نص ساعه وساعه الا ربع,
اه هم كفاءته كل حاجه، بس برضو يعني غير التكلفه انا مش ببص للتكلفه، بس هم مش يعني في ناس كتير مش ترضى تيجي. لا انا يعني انت ممكن بقى تقنن لي وضعي على كده، اديني صلاحيات مثلا سنه سنتين ان انا ادي لنفسي ان انا هقدر انقل، ادي يعني ادي وقت للناس اللي معايا اقول لهم احنا ادينا يعني مثلا سنه ست اشهر اديني مهله، اديني مهله ابتدي انقل وابتدي انا ادور كمان على مكان، حط لي اليات بالظبط بالظبط. انا ككيان صناعي في منطقه صناعيه دي حاجه افضل لي طبعا، ورقي كله هيبقى مظبوط وهقدر ان انا يبقى عندي امكانيات اعلى من كده ان انا اتواصل بقى مع بره. لا تعالى يا باشا انت منتجك 1 2 3 انا عايز المنتج دوت يبقى يعني مش هقول لك بقى 100% مصري، لا اديني مثلا 75% مصري، عايز تديني خام، عايز تديني خبره، عايز تديني اي حاجه مقابل اي حاجه، ما هو كده كلها ماديات، بحيث ان انا اقدر اطلع المنتج ده برضو عندي. انا كسامح بشندي ما يعني اي حاجه بتفيد شغلي لو هي ايه في السند هجيبها، كماكينه كخبره ككلام ده كله لا لازم اجيبها عندي، عشان انا بالنسبه للمنتج بتاعي كله يبقى تحت ايدي. انا بيجي لي كمان تواصل من بره، يعني يمكن الكنترول بيبلغني هناك اتصالات من المشاهدين عايزين كمان واحنا بنتكلم كده نوري المشاهدين اللي بيتابعونا شغل يعني بعض منتجاتنا كمان واحنا بنتكلم عنها. احنا بالنسبه للشيفون دوت ده شيفون بيجي لنا اوف وايت، طبعا في منه منتج الخام بتاعه بيبقى مستورد وفي الخام بتاعه بيبقى مصري، طبعا احنا دلوقتي ككفاءه بنعتمد على المنتج الايه المصري اكتر من المستورد. هنا ده شغلنا احنا طبيعتنا وكل حاجه كرسومات. استاذنك تفرده كمان قدام الكاميرا عشان يبقى واضح. ده اسمه شيفون. ده شيفون كريب. عادي ممكن اقوم على الكرسي؟ اتفضل اتفضل. لا زي ما انت مش مهندس. تمام. ده كده منتج من البدايه. ده سعره كام؟ يوصل كام للمستهلك؟ يعني رينج ال 75 للمستهلك العادي مش الجمله. لا بينزل للمستهلك العادي 75 مثلا رينج 65. والبديل على حسب. البديل انا يهمني هنا كمان اعرف البديل المستورد بتاع يوصل كام للمستهلك؟ لا المستورد ملوش وجود بالنسبه لل يعني احنا روح المصري في حتى في الرسومات وفي الطبعات انا النهارده بقدر اقيمها لان انا عايش في البلد، لكن اللي بره او التركي او المصري اللي الصيني هو ما بيعرفش الكلام ده، هو بيعمل منتج لكل دول العالم. يعني انت هنا بتخاطب كمان الخصوصيه والروح بتاعه كل بلد يعني بالزبط. يعني لما نتكلم كمان عن تصدير يبقى انت محتاج كمان تكون مطلع على ثقافات البلدان أكيد. اللي انت رايح لها اكيد. ارجع يعني انا هاخد فقره كمان وهاخد مساحه كبيره للمنتجات والحديث عن المنتج وكذا، ولكن انا يهمني هنا دعم القطاع وتطوره. وقفنا عند كلمه دعم وقلت انت محتاج مهله ومحتاج تعاون من قبل الجهات، ده ما بيحصلش يعني اسمح لي هنا انا مش هغل وانا بطرح هذا الكلام أكيد. لان في الحقيقه كلنا النهارده بنشتغل وفقا لتوجهات الدوله وتوجهات القياده السياسيه، ويمكن زي ما سمعنا الخطاب الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسي هو يسعى بكل الطرق الى دعم القطاع الصناعي. هل ده ما بيحصلش بقى يعني في ترجمه هذا الكلام من قبل الموظفين ده مش حاصل؟ والله مش كل اللي الرئيس بيقوله طبعا بيوصل لكل يعني انت فاهم كل كيان بيبقى مختص مثلا باللي ماسكه او هو الرئيس بيقول بيطرح كل الافكار دي، بس طبعا مش كلها هتتنفذ. او ان النهارده لو حد دخل عندي مثلا من الحي ما مش هيقول لي لا مش هيقول لك تعالى اساعدك، مش هيقول لك بعد اذنك اقعد 15 يوم، لا هو يخش يقفل يشمع. انا كياني مثلا في منطقه سكنيه لا بيقول لي لا ما يبقاش ليك طب ماشي باشا اديني مهله بقى ان انا انقل او اديني بديل او حط لي حل يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. ده ما بيحصلش لا حاليا لا. خلينا بقى نروح لجانب ايجابي شويه بعيدا عن هو التاني مش جانب سلبي في الحقيقه، عشان بس كمان اللي بيتابعنا ما يبقاش فاهم ان ده سلبي. هو احنا بنسعى جميعا للتكاتف من اجل تطوير المنتج بشكل عام وتطوير الصناعه المصريه عشان نوصل في الاخر ان يكون عندنا منتجات بتحمل اسم سرعه في مصر، يعني كلنا بنقدم كل الدعم ليها عشان تمثل بجد مصر في الخارج بشكل محترم يضاهي كل المنتجات العالميه. خلينا بقى يعني هنا انا فخور في حياه تجربتك الخاصه بصناعه براند سما سكارف، هو براند موجود في السوق المحلي بشكل كبير. يعني احكي لي بقى تجربتك في صناعه البراند. كلمه براند وصناعته ما هيش قصه سهله اكيد، مش سهله اكيد، كان في مسيره طويله ورحله. احكي لي. هو كبدايه لما ابتديت في انتاج الاشارب اصلا في العام طبعا قابلتني مشاكل كتير، وبالنسبه للفينش والكلام ده كله طبعا ما كانش البدايه جت ازاي؟ بدايه الصنعه كانت عندك ازاي؟ والله انا كنت كان معايا مجال شغل تاني خالص وزوجتي هي يعتبر هي بدايه الشراره في شغلي دوت، لان هي كانت مختصه برضو في مجال الملابس والكلام ده كله. فلما ربنا كرم
وحسيت ان انا شايف نفسي برضو في المجال معاها، فقلت لها لا يلا بينا نبتدي. ابتديت بثلاث اربع مكانات، الكلام ده كان برضو في بلدي، وابتديت اخد الخطوه من البدايه، وابتديت احط لنفسي بقى زي خريطه كده ابتدي امشي عليها، ان انا يعني دايما ابقى في المقدمه الحمد لله. يعني المنتج بتاعي لازم كل اللي يشوف المنتج يعني يبقى مش حابب يشتغل فيه، لا هو بيبقى فخور ان المنتج ده عنده في مكانه، ان كان مكتب جوبلا او محل. لما رحت للحته دي حسيت كنت فخور بالرحله وبالصعوبات اللي قابلتك؟ طبعا طبعا. هنا عشان هي لها مغزى كبير بالنسبه للقائمين على صناعه الملابس. يعني انا في الحقيقه دايما عندي علامات استفهام كتيره بخصوص العلامات التجاريه المقلده وكذا في السوق. ليه؟ يعني اذا كان النهارده عندك امثله محترمه قدرت تشتغل على نفسها وعلى كياناتها وتقدم وتوصل لمرحله ان في براند النهارده، ليه يعني ما تاخدش نفس الطريق ونفس النهج؟ ده سؤال في الحقيقه بطرحه على كثير من القائمين على الصناعه اللي بياخد الطريق السهل اللي بيقلد علامه تجاريه. زي ما انت قلت لحضرتك كده، هو بيدور على الطريق السهل. يعني النهارده هو المنتج ده شغال، انا مثلا بالنسبه لمنتج موديل في موديلات الشغل عندنا وارد قوي ان حد يبقى رسمه او طبعه والكلام ده كله، دي وارد انها تتقل. وفي ناس الحمد لله فضل ما عند ربنا، ودي حاجه الواحد برده بيبقى فخور بيها، ان في ناس طلعت على رسوماتنا، يعني على شغلنا اللي احنا ابتدينا بيه، هم النهارده مبسوطين ان هم بيعملوه. لا احنا عاملينه مثلا يعني من سنة. بيتقلد دلوقتي بس احنا عاملينه من سنه. دي حاجه برضو بتبقى مبسوط، يعني حاجه بسطانه جدا طبعا. ان ما تزعلكش في لا ما بتزعلنيش كده كده، يعني صاحب الشغل او اللي بيوصل له المنتج في الاخر هو عارف هو بيتعامل مع مين او ده شغل مين. فككيان منتج مصري لا انا يعني الاول كنت بتضايق لما الاقي حد مثلا عامل شغلي او الكلام، لا النهارده ما بقتش بصراحه ما لا كتير الحمد لله فضل عند ربنا. يعني مسيرتك ورحلتك في الحياه لها مغزى تاني، يعني اذا كنت باكد على اصحاب الكيانات النهارده يعني سهل جدا يكون خلال فتره بسيطه عندك براند وتشتغل على ده، بس تكون مؤمن ومصدق المساله. وقصه كمان لها مغزى بالنسبه للعماله في ظل الحديث عن ازمه عماله مصريه. يعني انت النهارده بدات الصناعه بشكل عام حرفي او صنايعي، وتحولت النهارده انتهى بك المطاف لصاحب كيان وصاحب براند موجود في السوق. هنا عايز اخد شويه في ظل ما يقرب جميع المصانع من العماله والحديث عن ازمه العماله المصريه، احكي لي بقى في التفاصيل دي انت بتعمل ايه؟ وزي ما قلت لحضرتك ان اي كيان لازم العماله دي نمبر 1 بالنسبه له، قبل المنتج وقبل اي حاجه. انا النهارده مش هجيب منتج وافصله مش عارف اشتغل لوحدي، حتى لو اشتغلت هيبقى كياني قليل. النهارده عشان الحمد لله فضل ما عند ربنا ابقى معايا مثلا 30 40 عامل في المكان، كان ليا برده دور حلو، وبرده زوجتي برضو كانت معايا برضو في الموضوع دوت، ان هي احنا عاملين هي كانت مفترض تكون معانا النهارده على الهواء، وهي في الحقيقه يعني في وجودي في المصنع لمست ان هي الجندي المجهول اللي دي حقيقة اللي قادر يتعامل مع العماله دي حقيقة. هي يعتبر هي نمبر 1 في المصنع، انا سايب لها المصنع، لان هي انت زي ما حضرتك جيت عندنا اللي كان كله بنات. فانا لا مش هيبقى التعامل معايا، لا هي اللي بتتعامل مثلا مع البنات والكلام ده كله، بس كتدريب احنا الاثنين الحمد لله فضل من عند ربنا، اللي بيأثر فيه الثاني بيسد. التدريب ده من خلال التعليم الفني؟ يعني انت غير التعليم الفني احنا كده كده اوريدي معانا تعليم فني، دولت طلبه وبتتعلم برضو عندنا. احنا مشتركين معاهم مثلا بقالنا اربع خمس سنين، بس غير دولت يعني دولت مش الكيان القائم علينا الحمد لله فضل من عند ربنا. احنا معانا عماله لازم بندربها. يعني انا الحمد لله فضل ما برضو بعرف اقعد على مكان، زوجتي برضو بتعرف تقعد على مكان، كل المراحل اللي في المصنع الحمد لله بفضل ربنا احنا بنعملها. قول لي بقى، طالما قلنا مراحل التصنيع واضح انها مراحل كتير، يعني مش الحمد لله مش مرحله سهله. لا. موضوع صناعه الاشاره الموضوع مش سهل ومش هين. لا. عشان نوصل لده بنمر بكم مرحله وكذا، احكي لي يعني دخلني في اجواء التصنيع نفسها. هو كمنتج بيجي لنا المنتج من البدايه، احنا بنبتدي نشتغل عليه مثلا بالنسبه لمراحل الاشارب، بنقص على مكان، وبعد كده بندخل مرحله، وبعد كده نرجع نقص تاني اللي هي العوارض، وبنرجع تاني ندخل تقفيل، وبعد كده بعد المرحلتين دول بدخل فرز، عمليه فرز. بعد ما اخلص الفرز بدخل بقى بقيه المراحل اللي هي التيكت والكلام ده كله، اللي هي الصنع في مصر ان كنت مثلا شغله طلع تصدير والكلام ده. والفينش الاخير بقى اللي هو التكييس والمكوى والكلام ده كله. ولكن ده بيعتمد على كم كبير. لا انت حضرتك جيت عندنا انا موجود لكن الناس مش معانا، يعني يمكن احنا عارضين دلوقتي على الشاشه كمان واحنا بنتكلم بعض الفيديوهات من داخل المصنع بتوضح طريقه التصنيع وبتشرح مراحل التصنيع بدايه من دخول القماش او الطول الاساسي من البدايه والتقطيع والقص وكذا والكوي، ده موجود معانا على الشاشه وصولا لتقفيل المنتج ووصوله للمستهلك كمان. ولكن هنا في مرحله هي في يعني في الاذهان، مش في يعني لا ترتبط بالميكنه. تمام. الروح، الالوان،
الذوق التصميم ده بيبقى من وحي الخيال ولا بتعتمد على يعني احكي لي بقى في استنباط معين؟ والله هو الحمد لله فضل يعني فضل من عند ربنا، ده توفيق من عند ربنا ان انا اقدر مثلا اكون منتج من البدايه لحد النهايه ان كان ساده او ان كان مشجر. طبعا في المشجرات والكلام ده كله دي تنسيق الوان وبتعتمد برضو على الروح زي ما حضرتك بتقول، وعلى الاجواء بقى ايه الموديلات مثلا او ايه الالوان اللي شغاله معايا دلوقتي، الوان الموضه اللي هي شغاله مثلا في السوق المصري بتاعنا وببتدي اعتمد عليها. يعني ما بيكون في شايف ان في لون معين مثلا اكيد هو الفاشن بتاع أكيد. بتاع السنه ببتدي اعتمد عليه بتعتمد عليه بشكل اساسي وتركيب الالوان بقى معايا يعني مش يعني باخده هو مثلا هو بيبقى بالنسبه لي لون قائم بس بعتمد بقى على تركيب الالوان معايا برضو ده تنسيق برضو في الالوان. هو موضوع الاشار في مصر في الفتره الاخيره ابتدى ينتشر شويه بس هي ثقافتنا احنا ككيان انا في الحقيقه يعني حزين كمان ان يكون عندنا احنا كبلد اسلاميه واعتمادنا على الحجاب بشكل كبير او الاشار وبنستورده، فانا النهارده فخور جدا ان احنا خدنا هذه المرحله وبقى عندنا منتج محلي مصري. خلى بقى المستورد يبعد بعيدا عن توجهات الدوله، خلى المستورد يبعد عن على جنب ويبقى عندنا منتج كمان في السوق المحلي وفي السوق العالمي، وان شاء الله يعني نغزو اكبر صادرات العالم اللي كانت بتودي لنا او بتجيب لنا، بنعتمد على استيراد منتجاتنا من خلالها. مشاهدينا هنكمل حوارنا مع المهندس سامح بشندي ولكن نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم من جديد. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد الفاصل ومكملين مع ضيفي وضيفكم النهارده المهندس سامح بشندي مؤسس براند سما سكارب. قبل الفاصل يعني انا كان يهمني كمان النهارده في ظل وجود بقى عشرات من المنتجات المصريه اكيد هناك فروقات بين كل منتج وجوده واختلاف في الجوده، المستهلك وهو راح يعرف ازاي او انت ازاي خليت ده براند يتميز مختلف؟ احكي لي. احنا يعني في شغلنا بنعتمد على الفينش، دي نمبر 1 بالنسبه لنا. يعني انا النهارده عندي عمليه فرز مثلا مش عايز يعني مرحلتين ثلاثه في الفرز عشان اقدر ان انا اطلع منتج. انا النهارده هي العميل او المستهلك النهارده بقى شاطر مش زي الاول. انا ما اعرفش بيشتري انا ما اعرفش لا النهارده انا كل دوت عشان قماش ده القماش دوت بيبقى عباره عن فتل برم والكلام ده كله مجرد انها بتتقص بيبقى في مشاكل هنا في القص. لو انا بقص يدوي او بص باي حاجه غير المكن، لا احنا الحمد لله فضل من ربنا برضه جايبين مكنه كبيره مكنه مستورده برضه عشان اقدر ان انا اوصل بالمنتج لحد الفينش ده. بحاول النهارده على قد ما اقدر ان انا المنتج بتاعي كفاءته لازم تبقى تصدير لان احنا لحد هنا انت بتقول لي المكن يعني مع ان انا عارف ان الصناعه معظمها بتعتمد على الهاند ميد في الاساس وكذا وكان يمكن كثير من الاسر المنتجه في البيوت بتشتغل هذه الصناعه يعني يمكن الميكنه الحديثه بتفرق هنا في جوده المنتج. اكيد لازم النهارده لازم يعني انا لازم كمنتج لازم يعني انا ابقى راضي عنه عشان اقدر اسوق. طب كده عدد من المنتجات واحنا بنتكلم مع بعض. بص حضرتك هو ده بالنسبه ده يعتبر ترند دلوقتي بالنسبه للسوق المصري. دي حاجه اسمها شفون ديجيتال، ده البراند بتاعنا اللي هو سما، ده الاساس. نقدر نعرضه بالشكل ده ولا نفرده اكتر يا استاذ كنترول؟ تمام. ده عشان شغلنا برضو عشان الكاميرا برضو ده برضو منتج تاني، ده البراند برضو بتاعنا نفس الكلام. ده برضو منتج كله تاني. بيحمل نفس الاسم سما سكارب. سما سكارب وعندي براند تاني اللي هو تولين برضو ده يعني مقاس تاني او ترند يعني واخد اتجاه تاني. في عندي بقى ده بالنسبه للبلسترات طبعا كل الناس ده ايه يا باشمهندس؟ يعني ده شايف ده مختلف شويه عن ده ايه؟ دي خامه دي بقى دي يعتبر مصري 100% من اول الفتله من اول النسيج. ده برضو شغلنا احنا في مصنعنا كنسيج كخامه بقى قطن 100%. لكن انا مش شايف مدون عليه العلامه زي سما سكارب. بيبقى عليه العلامه برضو عليه نفس العلامة. لا بيبقى عليه نفس العلامه. دي برضو خامه قطن في المية قطن 100% في سكوز. انا استاذنك تفرد المنتج كده بشكل اكبر عشان يبان. بصوا عشان المساحه بس بتاع الكادر طبعا الاشارب كده متني المفروض ان هو بيبقى طبعا طوله
في مترين في 180 على حسب ال... دي منتجات يعني تانية برضه في مقاسات مختلفة. ده يعتبر بقى الشغل برضه بتاعنا المنتج من اول البداية. طبعا احنا بنهتم الاول كان الكلام ده ما كانش برضه ما كناش بنهتم بيه، دلوقتي بنهتم بيه قوي عشان التصدير كتيكت كلوجو هاند تاج الكلام ده كله صنع في مصر الكلام عشان التصدير. لو انا برضو النهارده المنتج نمبر 1 برضو موجود في السوق كل حاجه بالنسبه للسوق المصري، بس النهارده لما بيجي لي عميل مثلا من بره عايز شغل بيهتم برضو بالكلام ده كله بحيث انه يعرف يدخل بالظبط عشان يقدر يدخل شغله كمان بلد. انا الحمد لله بنودي الاردن بنودي المغرب. وديت فين يا باشمهندس؟ صدرت فين؟ بنودي الاردن بنودي المغرب. ولكن دي كلها محاولات فرديه واجتهادات. دي حقيقه. الدوله الدوله انت 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 يعني هنا برضو في رساله سريعه وانا بختم، الدوله مطلوب منها ايه في الفتره الجايه عشان تحس بجد ان مجهودك ده ترجم لشكل كبير في وجود منتج مش في السوق المحلي في السوق العالمي وموجود هنا وهنا؟ يعني محتاجين من الدوله محتاجين معارض، يعني محتاجين ان انا مثلا يعني كصناعه محليه، لا انا محتاج ان انا اجمع كل الكفاءات اللي موجوده في مصر. تعريف الصناعه المصريه في خارج. اجمع كل الكفاءات المصريه دي، تعالى سامح تعالى كذا كذا كذا، احنا عندنا معرض مثلا كمان 15 يوم في دبي، عندنا معرض في الجزائر، عندنا معرض في المغرب، وتسهل لي الكلام ده ان انا اقدر. لا انت لو فتحت لي الكيانات دي او الخطوات دي انت كده بتسهل عليا كتير قوي. انا النهارده كمنتج مصري احنا عمالين التروس بتاكل في بعضيها. هو بينظم معرض في الحقيقه معرض ملابس بشكل عام، ولكن انت بتتكلم عن معرض متخصص للتعريف بصناعتنا وما وصلنا اليه من كفاءات وخبرات في تصنيع الاشارب بشكل احنا عام. احنا يعتبر شريحه من ضمن شريحه الملابس. يعني احنا لو في معارض للملابس والكلام ده قائمه بالفعل احنا المفروض برضه نروح معاهم، يعني احنا المفروض نبقى متواجدين معاهم. الاشارب برضه عامل يعني ممكن يبقى في ناس مش حاطاه في دماغها او لا، الاشارب عامل مهم جدا النهارده في مش كسوق محلي، لا كسوق عالمي. انا النهارده مفيش حاجه مفيش يعني يا الست المسلمه لازم تلبس حجاب. بالظبط بالظبط. فاحنا كم مسلم على مستوى العالم؟ لا هو منتج وقائم وفارد ضلوع على الساحه يعني. في لما باجي اكلم حد يقول لي مصنع شرب، يعني ايه مصنع شرب؟ لا بنبص للمساله على انها مساله بسيطه عاديه. وزاره المصنع في الحقيقه ما شاء الله في مكن وفي معدات وفي كم من العماله، بيروح ان الموضوع صعب مش سهل خالص على الاطلاق بالنسبه يعني. بالنسبه للرجاله فهو الموضوع بالنسبه له مش ذات اهميه، فلما اجي يكلمني فبقول له انت المدام عندك بتلبس شرب بتلبس حجاب؟ قال لي طبعا. قلت له احنا بنصنع كده يعني. فاهم قصدي؟ انا سعيد بلقائك جدا وان شاء الله هيكون في حلقات تانية انا بنتكلم فيها عن الصناعه وعن منتجاتنا وعن تطور الصناعه المصريه بشكل عام والمنتج المصري. ولكن في النهايه عايز اسمع منك رساله بقى اللي بيتابعونا الستات تحديدا عن سما سكارف وبتفكروا في ايه في المستقبل. والله احنا الحمد لله يعني ما لناش سقف في الطموح، احنا الحمد لله يعني اي حاجه اي منتج اي كيان او اي حاجه مثلا بتفرد نفسها على الحجاب ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه موجودين فيها. احنا موجودين فيها واحنا يعني هنبقى نمبر 1 فيها ان شاء الله. لازم والتصدير والكلام ده كله لازم ده مفتوح بالنسبه لنا الحمد لله. سعيد بلقاء حضرتك جدا. مشاهدينا في كل مكان الى هنا نكون قد وصلنا الى الختام، نرجو ان نكون قد افدناكم على امل ان نلتقي بحضراتكم مجددا في نفس الموعد الاسبوع القادم ان شاء الله. تحياتي محمد طاهر.